السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وسيم، وككل مرة جبت لكم جهاز جديد، كما كل مرة عودناكم أجهزة بمواصفات قوية وبأسعار في متناول الجميع، وبالأخص خاوتنا الطلبة. جهاز اليوم هو طابلت أوسكال باد 18. أول حاجة، كما راكم تشوفوا، تصميم الجهاز نحيف للغاية، 7.4 مليمتر بوزن 490 غرام فقط. شاشة 11 إنش تحتل 83% من الواجهة الكلية للجهاز، وبدقة خرافية كما راكم تشوفوا، فول اتش دي. بالنسبة للكاميرا، عندك 13 ميجا بيكسل زائد 2 من الخلف، و 13 ميجا بيكسل لكاميرا السيلفي. الرام 8 جيجا مع تخزين 265 جيجا. بالنسبة للمعالج، تحتوي على معالج اوكتا كور يونيوك تي 616 الجديد، صوت سبيكر ستوريو بجودة رائعة، بطارية 8800 ميلي أمبير، حجم صراحة أسطوري مع سرعة 18 واط في الشحن. بالنسبة للنظام، تأتي بأندرويد 13 آخر إصدار مع نظام تصفح الشركة. بالنسبة لمحتويات العلبة، كما عودتنا شركة الجهاز، يأتي مع الشاحن وكتالوج وكيس الجهاز. بالنسبة لطلب الجهاز، تقدر تتحصل عليه بسعر 7,200,000 أو 310 يورو من موقع علي إكسبرس مباشرة. كما يمكنك الاستفادة من التخفيض الذي سأضعه لك في أول التعليق. وأيضا تقدر اللي يحب يطلب يعني يتصل بيا في الانستغرام، نقدر نوفر له كذلك الجهاز، نقدر نطلبه له من علي إكسبرس بالنسبة للناس ما عندهاش بطاقات إلى آخره. خليكم حسابي في انستغرام كما راكم تشوفوه في الشاشة، وكذلك راهو في الوصف. المهم، ما نطولش عليكم، الفيديو ما كانش طويل بزاف، هذا هو اللي كان عندي، وهيا سلام.